ازيك يا ابو ادم؟ ما قلت انا عشان الناس بس اللي مركز على الجماعة بتوع ايطاليا، يا ريت زي ما هتدور على بتوع ايطاليا كده وعايزين تطلعوا فيهم العيوب. نتمنى ان شاء الله ربنا يحفظ الجميع. دور على الطيران كله، يا ريت تدور على كل نازل من اي دولة كانت مصابة بحاجة زي كده، ما تخليش تركيزك على حاجة معينة. الله يبارك لك يا حبيبي، ربنا يعزك يا عم مصطفى، ربنا يسترها معانا ومعاكم يا رب. بس الذعر والخوف والإرهاب اللي بيسببوه للناس ده ملهش أي 30 لازمة والله. الحل الوحيد للمشوار ده إن كل واحد يقعد في بيته، بس ده الحل الوحيد، وبإذن الله أزمة وهتعدي. إنما الجماعة اللي بيحبوا يتفزلكوا، وما فيش غير الكلام واللك وعلى ما فيش، كل واحد عايز شغل التنطيط، والله شغل التنطيط ده اللي بيودي الناس في داهية. ربنا يسترها.